انا الرقيب مصعب الووي مرتبات 25 دفاع جوي فوج 119 كتيبه 1045 اعلن انشقاقي عن الجيش السوري والانضمام الى حركه الضباط الاحرار. على المجند فارس حسين القاسم من مرتبات الفرقه الاولى اعلن انشقاقي عن صفوف الجيش العربي السوري والانضمام الى حركه الضباط الاحرار. انا المجند محمد الشامي من مرتبات الفرقه الاولى اعلن انشقاقي عن الجيش العربي السوري وانضمامي الى حركه الضباط الاحرار. انا المجند خالد عبد الرحمن الخطيب من مرتبات الفرقه 24 اعلن انشقاقي عن الجيش العربي السوري وانضمامي الى حركه الضباط الاحرار. انا النقيب عمار عبد الله الواوي من مرتبات اداره الاستطلاع ردا على ما تقوم به عصابات بشار الاسد وشبيحته الفاجره واجبار الجيش على ارتكاب مذابح جماعيه بحق الشعب المطالب بحقوقه. اعلن انشقاقي عن جيش العربدة السوري الذي يقوده بشار القاتل والتحاقي بصفوف حركة الضباط الأحرار. عاش شعبنا العظيم وعاشت سوريا حرة أبية. بسم الله الرحمن الرحيم. وفاء بوفاء وحبا بحب أمام الله والوطن، أنا النقيب يوسف يحيى الدين يحيى من مرتبات إدارة الاستطلاع أعلن انشقاقي عن صفوف الجيش الأسدي القاتل وأعلن انضمامي لصفوف حركة الضباط الأحرار للعمل مع رفاقي لحماية الثورة السلمية. عاشت سوريا حرة أبية وهذه هويتي.